بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهارده نبتدي مع بعض ونكمل باقي الوايت بلاد سيلز وتاني خليه من خلايا الاجرانيولوسايت الا وهي الليمفوسايت، ونشوف مع بعض ازاي ربنا هيأهلها عشان تقدر تقوم بالوظيفه بتاعتها. ونفتكر مع بعض تاني البرسنتج بتاعت كل نوع من انواع الوايت بلاد سيلز بالنسبه للعدد الكلي بتاعه خلايا الدم البيضاء، ونفتكر زي ما قلنا جمله never let monkey eat banana، وقلنا never نيوتروفيل دي اعلى واحده، يليها let ليمفوسايت تبقى من 20 ل 30، يليها المونكي ام مونوسايت من 3 ل 8%، يليها ايد ايزينوفيل من 1 ل 4%، ويليها بنانا بي اللي هي البيزوفيل من 0.5%. ونقول اولا هي ليه ليمفوسايت اتسمت ليمفوسايت، لان هي بتمثل مين سيل بوبوليشن في الليمفويد اورجانز. يعني ايه؟ يعني زي ما هناخد الليمفويد اورجانز بتاعتنا زي الليمف نود السبلين الثايمس، هلاقي ان الخليه الاساسيه اللي ساكنه فيها وبتكونها الا وهي الليمفوسايت. طيب عايزين نعرف هي نسبتها قد ايه بالنسبه للعدد الكلي بتاع الليمفوسايت. زي ما قلنا never let هي كانت تاني واحدة الليمفوسايت كانت نسبتها حوالي من 20-30%. طب يا ترى الليمفوسايت بتعيش قد ايه؟ لايف سبان بتاعتها بيقولك والله هي بتعيش لشهور، لكن في نوع منها اللي هو هناخده بعد شوية اللي اسمه الميموري سيل او الخلية اللي بتبقى عندها ذاكرة، دي ممكن بتعيش لسنين زي ما هنشوف بعد شوية. طب عايزين نعرف الليمفوسايت دي شكلها ايه باللايت مايكروسكوب، يعني لما اجي كده اخد عينة دم واصبغها وابص عليها تحت الميكروسكوب الضوئي بعرف الليمفوسايت منين. اول حاجة خلينا اقولك ان الليمفوسايت دي خلية مدورة وبتبقى مختلفة في الحجم، يعني في منها بيبقى صغير، في منها بيبقى وسط، وفي منها بيبقى كبير في الحجم. طب النواة بتاعتها وضعها ايه؟ والله النواة بتاعت الليمفوسايت بتبقى مميزة جدا. مميزة جدا يعني ايه؟ يعني بتبقى كبيرة في الحجم، كبيرة واخدالك معظم السيتوبلازم، يعني مستوليالك على معظم السيتوبلازم. ودي من الحاجات اللي بتميز الليمفوسايت جدا، انها خلية عبارة عن نواة. يعني بعد كده لما نيجي نجيب سيرة ليمفوسايت في اي جزء في المنهج هقولك تعرفها منين، عبارة عن نواة، خلية ما فيهاش غير ايه نواة، من كتر ما النواة كبيرة ومستولية على معظم السيتوبلازم. وهي مش كبيرة وبس، دي كمان بتبقى دنس. دنس يعني ايه؟ يعني بتبقى غامقة، وان كانت درجة الغمقان بتاعتها بتختلف على حسب حجم الليمفوسايت. يعني بلاقيها بتبقى غامقة لو كانت الخلية سمول، لو كانت سمول ليمفوسايت، لكن بتبقى افتح شوية في الخلايا اللي بتبقى حجمها كبير. ومش كده وبس، ده كمان بقول على النواة انها slightly indented. يعني ايه slightly indented؟ يعني هتلاقيها من ناحية واحدة كده داخلة ايه؟ داخلة لجوه بمنظر ده كأنها ايه؟ مقرقضة، متقرقضة كده من ايه؟ من ناحية. طيب وضع السيتوبلازم ايه؟ بيقولك ان السيتوبلازم ده عبارة عن جزء رفيع جدا زي ما قلنا، بسبب ان النواة مستولية على معظم السيتوبلازم، وبيبقى لونه بيزوفيليك. ليه بيزوفيليك؟ لان الخلية دي بتحتوي على ريبوزوم، والريبوزوم ده بيعمل ايه؟ ها الريبوزوم ده اللي هينتج البروتين اللي هيساعد الخلية في عملية الانقسام. ايه ده؟ يعني الليمفوسايت دي خلية بتنقسم؟ بتنقسم، وده بيميزها عن بقية أنواع الوايت بلاد سيلز كلها، إنها الوحيدة التي تستطيع الانقسام، وإن كانت قدرتها على الانقسام بتختلف على حسب حجم الخلية. بمعنى إن الخلايا اللي هي اللي حجمها صغير اللي اسمه ليمفوسايت قدرتها على الانقسام أقل من الخلايا اللي هي إيه اللي حجمها كبير. وده ماشي فعلا مع الكلام اللي احنا قلناه، إن احنا قلنا إن الخلية اللي حجمها صغير النواة بتاعتها غامقة، لكن اللي حجمها كبير بتبقى أفتح. وهو فعلا لما الخلية تبقى النواة بتاعتها فاتحة معنى كده إن الخلية دي أكثر نشاطا في إيه؟ في عملية الانقسام. طيب تعالوا نشوف مع بعض بالإلكترون مايكروسكوب.
شكل الخلية دي أو هلاقي إيه جوه السيتوبلازم. والله هتلاقي فيها الأزوروفيري جرانيولز اللي هي بتحتوي على اللايزوزومال إنزيمز، وهذه الجرانيولز زي ما قلنا بتبقى موجودة في كل أنواع الوايت بلاد سيلز، كل أنواع الوايت بلاد سيلز. فبتلاقي فيها الجرانيولز بتبقى إيه؟ بتبقى صغيرة كده في الحجم، وبتبقى إيه؟ بتبقى غامقة. خلينا أقولك كمان إن السطح بتاع الليمفوسايت بيتميز إن هو بيبقى عليه سيلكوت محترم اللي هو عبارة عن الجلايكوكيليكس والجلايكوليبيدز اللي احنا كنا بنقوله عليهم قبل كده. السيلكوت ده عبارة عن إيه؟ بيمثل إيه؟ بيحتوي على إيه؟ بيحتوي على جزيئات موجودة على السطح. هذه الجزيئات بتشتغل كمستقبلات لإيه؟ للأنتجين غريب أو الجسم الغريب اللي هو هيدخل الجسم. وكمان في منها بيشتغل كحاجة اسمها الكلاستر أوف ديفرانشيشن، أو بنختصر ونقول سي دي ماركرز. إيه سي دي ماركرز ده؟ السي دي ماركرز ده شباب عبارة عن سيرفيس مولكيول، جزيئات موجودة على السطح بتاع الإيه؟ الليمفوسايت. الجزيئات دي بتختلف في الكيمياء بتاعتها بحيث انها بتاخد رقم مثلا 40 45 39، معناها ان الكيمياء بتاعت ال 45 غير ال 40 غير ال 39. فعلى حسب الايه النوع اللي موجود على الخلية بقدر اقسم الليمفوسايت لانواع طبقا للوظيفة بتاعتها، لأنواع طبقا للوظيفة بتاعتها على حسب الرقم بتاع السي دي اللي موجود عليها. عشان كده بقول على السي دي ده ان هو ماركرز. ماركرز يعني ايه؟ يعني بطاقة شخصية للخلية بقدر من خلاله اعرفها الخلية دي انهي نوع من الليمفوسايت ايه طبقا للوظيفة بتاعتها. ونروح بعد كده على انواع الليمفوسايت. وخلينا أقولك إن أنا بقسم الليمفوسايت لأنواع طبقاً أولاً للحجم بتاعها، وزي ما احنا قلنا أنا عندي فيه 3 أنواع من الليمفوسايت تبعاً للحجم. أول نوع اللي هو عبارة عن اللارج ليمفوسايت، تاني نوع اللي هو الميديوم سايزد ليمفوسايت، وتالت نوع اللي هو عبارة عن السمول ليمفوسايت. وخلينا أقولك إن معظم الليمفوسايت اللي بيبقوا سيركيوليتنج في البلد، يعني إيه سيركيوليتنج في البلد؟ يعني اللي هم بيبقوا موجودين في البلد ويروحوا بعد كده على التيشو، معظمهم بيبقوا عبارة عن السمول ليمفوسايت. وش معنى السمول ليمفوسايت؟ لأن هذا النوع يا شباب هو ده النوع الماتيور، النوع الناضج، النوع المتخصص، النوع اللي فيه على السطح بتاعه مستقبلات للفورين أنتيجين أو الجسم الغريب اللي هيقدر يتعرف بيها على الجسم الغريب ده ويبتدي ضده الإميون ريسبونس. خلينا أقولك كمان إن السمول ليمفوسايت دي بتبقى خلايا متميزة ديفرانشيتد، متخصصة، ناضجة. وبما إنها خلايا متخصصة متمايزة فقدرتها على الانقسام بتبقى إيه؟ بتبقى قليلة. وده الكلام اللي إحنا كنا أخدناه قبل كده، كنا قلنا إن كل ما تزيد درجة التخصص، درجة التمايز بتاع الخلية، كل ما قدرتها على الانقسام بتبقى إيه؟ بتبقى أقل. عشان كده يا شباب اللي سمول ليمفوسايت خلايا قدرتها على الانقسام أقل من اللارج ليمفوسايت، لأن اللارج والميديوم ليمفوسايت دول بيعتبروا خلايا أقل تمايزا من مين؟ من اللي سمول ليمفوسايت. تاني تقسيمة عندي للليمفوسايتس تبعا للوظيفة بتاعتها. وخلينا أقولك إن تبعا للوظيفة أنا في عندي 3 أنواع من الليمفوسايتس، كل نوع له وظيفة بتختلف عن النوع التاني. طب إيه الثلاث أنواع دول؟ أول نوع اللي بقول عليه التي ليمفوسايت، والنوع ده عبارة عن سمول ليمفوسايت، يعني نوع إيه يا شباب؟ نوع ماتيور، نوع ناضج. هذا النوع بيمثل حوالي 60-80% من السيركيوليتنج ليمفوسايت، من الليمفوسايت اللي بتبقى موجودة في البلد. وتاني نوع عندي اللي بقول عليه البي ليمفوسايت، وده برضو نوع إيه؟ ها، من السمول ليمفوسايت، الماتيور ليمفوسايت اللي بيمثل 20-30% من السيركيوليتنج ليمفوسايت.
وخلينا أقولك ان التي والبي لينفوسايت دول يا شباب مش بيعتبروا تيرمينالي ديفرانشيتد سيل. يعني ايه مش تيرمينالي ديفرانشيتد سيل؟ يعني خلايا ما وصلوش للمرحله النهائيه من التمايز. يعني هم خلايا خلايا ديفرانشيتد لكنهم لم يصلوا للمرحله النهائيه من الديفرانشيشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا زي ما هنشوف بعد كده لما ناخد الاميون ريسبونس هنلاقي ان التي والبي لينفوسايت دول لما بيجوا يتنشطوا بفورين انتيجين بجسم غريب ها بيحصل لهم تمايز ويتحولوا لانواع اخرى من الخلايا. الخلايا دي بتقوم بالوظيفه المنوطه بيها. فعشان كده التي والبي دول مش بيعتبروا تيرمينال ديفرانشيتد سيلز، مش بيعتبروا خلايا وصلوا للمرحله النهائيه من التمايز طالما هم لسه بيقدروا يتحولوا لانواع اخرى من الخلايا. والحته دي مهمة وممكن ايه وممكن تتسألوا فيها. بمعنى التي والبي خلايا ماتشور، خلايا ناضجة، خلايا سبيشاليزد، خلايا متميزة لكنهم لم يصلوا للمرحلة النهائية من ايه من التمايز. اتفقنا شباب؟ واخر نوع عندي اللي بقول عليه الناتشرال كيلر سيل، وده بيمثل حوالي 5-10% من الليمفوسايت اللي موجوده في البلد. وهناخد ان شاء الله في الاميون ريسبونس الفرق ما بين الوظائف بتوع الثلاث خلايا من الليمفوسايت. باكد تاني يا شباب ان هذه الانواع، هذه التقسيمه قائمه على الاختلاف في الوظيفه وليست قائمه على الاختلاف في الشكل ما بين الخلايا. طب لما عاوز افرق ما بين التلات انواع افرق ما بينهم ازاي؟ عن طريق السي دي ماركرز او الكلاستر اوف ديفرانشيشن اللي بيبقى موجود على سطح الخلايا واللي اتكلمنا عنه من شوية واللي هناخده بالتفصيل مع الاميون سيستم. اتفقنا يا شباب؟ عايزين نعرف بقى هي الليمفوسايت اتكونت ازاي، او بمعنى اصح نعرف مراحل الليمفوبويس. خلينا اقول لك ونعيد ونزيد في نفس الكلام تاني ان الليمفوبويسيس ده بيحصل في البون مارو. في البون مارو زي ما قلنا في خلية اسمها البولوري بوتنت هيموبويتك ستيم سيل بتيجي تنقسم وتديك خليتين، واحدة منهم ها شبه البولوري بوتنت ستيم سيل بالظبط عشان تعمل ايه سيلف رينيول او تجدد نفسها عشان هي نفسها ما تخلصي، والتانية تتحول لخلية اسمها المالتي بوتنت هيموبويتك ستيم سيل. المالتي بوتنت هيموبويتك ستيم سيل دي تنقسم وديك ذريتين او مستعمرتين، واحدة منهم اسمها كولوني فورمينج يونت جيم والتانية اسمها كولوني فورمينج يونت ليمفوسايت. الجيم انا مش عايزاها، خدناها خلاص قبل كده، انا عايزة دلوقتي مين؟ الكولوني فورمينج يونت ليمفوسايت. فالكولوني فورمينج يونت ليمفوسايت دي جت وخلفت ذريه من البنات. ذريه البنات دي كان في منها بنات طيبه ومستكينه وبنات تانية كانت ايه قويه ومفتريه. جت البنات القويه والمفتريه قالت ايه للبنات الطيبه؟ بصوا احنا دلوقتي المكان في البون مارو ما عادش يسعنا احنا الاثنين، فانتوا تاخدوا بعضكم وتروحوا ايه على اي حته تانيه تقعدوا فيها وتسيبوا لنا البون مارو ايه نقعد فيه براحتنا. فالبنات الطيبه المستكينه استسلمت للامر الواقع واخدت بعضها وهجرت اثناء الفيتال لايف وبعد الولاده كده بشويه، يعني اثناء ما انت لسه جنين وبعد الولاده كده بشويه، وراحت فين؟ راحت على غدة اسمها الثايمس وقعدت فيها. قعدت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عاشت ها وخلفت وديت لك الكولوني فورمينج يونت تي ليمفوسايت. طب البنات التانية القوية والمفترية عملت ايه؟ فضلت قاعدة في البون مارو وعاشت وخلفت وديتك الكولوني فورمينج يونت بي ليمفوسايت. يبقى اذا يا شباب الكولوني فورمينج يونت تي ليمفوسايت اللي هي اتولدت وعاشت في الثايمس هتيجي تخلف هتدينا ايه؟ احنا خدنا قاعده قبل كده ان اي كولوني فورمينج يونت بعديها مرحله اسمها البلاست سيل، فهتدينا التي ليمفوبلاست. ودي الليمفوبلاست دي خلية بتنقسم
وتديك ال تي ليمفوسايت. والتي ليمفوسايت اللي طلعت منها بقول عليها بتبقى خلية اميونو كومبيتنت. يعني ايه كلمة اميونو كومبيتنت؟ اميونو كومبيتنت يعني خلية تقدر انها تتعرف على اي جسم غريب هيدخل الجسم وتبتدي تدي اميون ريسبونس. هتتعرف عليه عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي بتكتسب على السطح بتاعها سيرفيس ريسبتور او مستقبلات ضد هذا الجسم الغريب. طب تعالى لي بقى على الكولوني فورمينج يونت بي ليمفوسايت، وضعها ايه؟ زي ما قلنا دي هتعيش في البون مارو وهتخلف ذرية هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها البي ليمفوبلاست. والبي ليمفوبلاست دي هتنقسم وتخلف وتديك البي ليمفوسايت اللي بقول عليها بتبقى برضو اميونو كومبيتنت. يعني اميونو كومبيتنت يعني خلية بتبقى ها عليها مستقبلات لايه؟ تقدر تتعرف بيه على الجسم الغريب اللي دخل وتبتدي تدو الاميون ريسبونس. يبقى انا شباب سريعا كده الليمفوبويسس ده بيحصل فيه ايه؟ انا عندي فيه البلوريبوتنت هيموبويتك ستيم سيل اللي جات انقسمتها وديتني خليه شبهها بالظبط، والثانيه زي ما خدناها اللي هي مين؟ المالتي بوتنت هيموبويتك ستيم سيل اللي بتيجي تنقسم تدينا ذريتين، الكولوني فورمينج يونت جيم والكولوني فورمينج يونت ليمفوسايت. الكولوني فورمينج يونت ليمفوسايت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان شويه منهم من البنات بتاعتها هتيجي تهاجر لفين؟ للثايمس، وتتحول لكولوني فورمينج يونت تي ليمفوسايت اللي هتيجي تنقسم وتديك التي ليمفوبلاست، والتي ليمفوبلاست هتتحول للتي ليمفوسايت. والمجموعه الثانيه من البنات هتفضل قاعده في البون مارو وتديك الكولوني فورمينج يونت بي ليمفوسايت اللي هتيجي تنقسم وتتحول للبي ليمفوبلاست اللي هتيجي في النهايه تديك البي ليمفوسايت. اتفقنا؟ يبقى إذن من الكلام ده عرفنا ليه التي ليمفوسايت اتسمي التي ليمفوسايت، لانها بتنمو وتترعرع فين؟ في الثايمس، تي نسبه للحرف الاول من الثايمس. طب ليه البي ليمفوسايت اتكونت هنا؟ اوعى تقول لي عشان خاطر هي نمت وترعرعت في البون مارو. غلط، علشان البي ليمفوسايت اول ما جم اكتشفوها في جزء من التيور اسمه بيرسا، حاجه كده مقابله للبون مارو بتاعت البني ادمين، فتسمت بي نسبه للبيرسا بتاعت البيرد وليس نسبه للبون مارو بتاع البني ادمين. اتفقنا يا شباب؟